exceptionnel, bien sûr, de... c'est des cas exceptionnels, perturbation de la coagulation. Là, rapidement, on passe à la clinique. Alors, le sel, les prises de... اليوم الرابع عشر لطب الأطفال بولاية ورقلة لحدث طبي علمي لتنظم جمعية أطباء ورقلة من كل سنة يهدف إلى كما نقولوا تطوير الصحة بالولاية خاصة فيما يخص بأمراض الأطفال. العام هذا إن شاء الله كما بدينا من العام اللي فات أنه درنا حصة بلينيير تتكلم على أمراض الدم اللي خاصة بالأطفال، وبعد مور الحصه الثانيه هناك عمل تاع ورشات، كاين ثلاث ورشات، ورشه خاصه بلابيدياتري جينيرال، ورشه خاصه بالامراض التعفنيه، ورشه خاصه بحمايه الامومه والطفل. عدد المشاركين فات 60 مشارك طبيب بين مختص وعمومي. الحمد لله يعني انبهرنا بالحضور والنجاح الملتقى. احنا نثمنوا هذه المبادره، هذا الملتقى، نطلبوا ان تكون عده ملتقيات خلال السنه، هذا مثال فقط، نطلبوا ان يكون اكثر يعني اكثر مواضيع واكثر ملتقيات حتى تعم الفائده، وحتى يعني يرجع المواطن يتلقى خدمات صحيه في ارقى المستويات وتواكب تحديث الطب الحديث إن شاء الله.